لكن عودة لمنتخب مصر وتألقه، مستر بيتسو موسيماني خلال تحليله لأداء المنتخب رأيه إيه فيما بين وهو بيحلل أداء منتخب مصر ومنتظر لعيبته؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه الحالة الشعورية بجد اللي ممكن يكون عليها مدير فني بهذا الشكل؟ ده كان كلام مهم جدا، ومشاعر أعتقد كان من المهم رصدها في كلام مستر بيتسو موسيماني. مستر بيتسو، عايز اخد منك تعليق على مباراة مصر القادمة امام الكاميرون، ده مهم جدا. كاميرون has for me my opinion، من وجهة نظري they've never had a strong team to play against. الكاميرون لم يكن لديها ابدا فريق قوي تلعب امامه، لم يلعبوا مع الفرق العشرة الكبار الموجودة في مؤهلات لكأس العالم، وهم يلعبون على أرضهم وبكامل فرقهم بكامل تشكيلتهم، لا يوجد لديهم حالة واحدة من الإصابات بالكورونا أو أي إصابات. هذا سيكون المباراة القادمة ستكون أكبر اختبار لهم، وستكون أكبر اختبار للفريق الذي خسر أمام نيجيريا وفاز بالمباراة الأخيرة. أنا أتحدث على مصر التي فازت على ساحل العاج وفازت على المغرب. هذا الفريق قوي جدا من الناحية العقلية، لذا لا أعلم إذا ما كانت الكاميرون مستعدة لمثل هذا الفريق أم لا، وإن شاء الله ستفوز مصر ونحن ندعم مصر، ولكني سأفقد لاعبيني. سيكون أغلب اللاعبين في كأس العالم، أغلب اللاعبين ليسوا في كأس العالم، لذا فإن قلبي ممزق. أتمنى أن يكونوا لاعبيني في الفريق القومي المصري، ولكن ايضا لدي مشجعي الاهلي الذين سيعاتبونني لانه لا توجد لدي لاعبين، وهذه مشكله. يا جماعه ده اصدق كلام ممكن يتقال ويعبر عن حالنا جميعا، وده لو ربطناه حتى موسيماني يرى ان مصر فوق الجميع، رغم ان مصلحته تقتضي انه يتمنى عودة اللعيبة، لكن هو يرى أن أمنياته أن تفوز مصر وتصل إلى النهائي وتفوز باللقب، ونحن كلنا معه رغم أن في ثمن كبير هيدفعه النادي الأهلي في هذا الأمر، ولكن ربما يكافئنا الله على نوايانا. ده كلام. أنا الحقيقة بحيي زميلنا العزيز مهيب عبد الهادي على سؤاله الذكي، لانه بيقول له بالذات مباراه الكاميرون انت اللي لازم تتكلم عليها، لانه صعود منتخب مصر عشان يقابل الكاميرون معناها حرمانك انت من 6 لعيبه مع المنتخب، تقول ايه؟ فكان الراجل بيقول لك انا قلبي ممزق، لكن عايز اقف عند حته شعوره هو حتى وهو افريكانو وعارف قيمه الكاميرون، لكن شايف ان منتخب مصر منتخب قوي من الناحيه الذهنيه، وده بالمناسبه يمكن اللي دايما الافارقه اللي في جنوب القاره وغربها باصين للكره المصريه والكره الشمال الافريقي، ان هم ذهنيا اكثر درايه، اكثر قوه، اكثر حضورا، اكثر جاهزيه من الناحيه التكتيكيه او اكثر وعيا شويه. فواضح انه مستر بيتسو موسيماني عنده هذا التقدير الكبير لمنتخب مصر وما وصل اليه، لكن احساسه الممزق ومشاعره الممزقه محل تقدير انسانيا بالتاكيد.